والآن نبقى مع أبرز ما اخترناه من الصحف. البداية مع الأخبار ومقال للزميل رضوان مرتضى، قصة عميل إسرائيلي مسبع الكارات، تجنيد في ساحل العاج واختبار في عمان والزوجة ضابط اتصال. اخترنا مقتطف بسيط من هذا المقال الذي يحتوي على معلومات كثيرة، والبداية عن هذا العميل الذي مسبع الكارات كما يقول مرتضى، وأنه اعترف بعد شهر من عودته إلى لبنان. أبلغته زوجته بأنها تلقت اتصال من آدم الذي طلب منها العمل لمصلحته وبطبيعة الحال مصلحة إسرائيل، وإقناع زوجها بجمع معلومات عن حزب الله تزويده بها عبرها. ريثما تعاد الثقة، أخبرته أن آدم وعدها بمبالغ كبيرة من المال تساعد في تحسين وضعهما، فأبلغها بأنه سيجمع معلومات عن 7 أو 8 مراكز لحزب الله في مناطق عدة في الجنوب تحتوي على مستودعات أسلحة وصواريخ لعرضها على المشغل، وطلب منها الاتفاق على المبلغ المالي الذي يمكن أن تحصله منه مقابل كل معلومة. الزوجة أبلغت المشغل الذي وافق على العرض على أن تقوم هي بتزويده بالمعلومات ويضع هو وفريقه التسعيرة بحسب الأهمية. يختم رضوان مرتضى بأن الموقوف أقر بأنه زود زوجته بمعلومات على دفعات حدد فيها مراكز لحزب الله في عريض مرج عيون، رسما لطريق يوصل إلى مركز آخر في الخيام، موقع مركز ثالث في دبين، رابع في بلاط، وخامس في البويضة. تفاصيل أكثر تتابعونها في الأخبار في مقال رضوان مرتضى. ننتقل إلى مانشات الجمهورية التي أوردت فيها: قالت مصادر معنية بتأليف الحكومة للجمهورية إن أي تطور بارز لم يطرأ على هذا الملف في خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك خلافا لما شاع من أن هناك حراك جدي في بين المعنيين بهدف أو يهدف إلى تأليف حكومة قبل 20 من الشهر الجاري. أيضا في المانشات للجمهورية على صعيد ملف الترسيم البحري، كشفت مصادر واسعة الاطلاع للجمهورية أن الاتصالات التي تلت التوصل إلى التفاهم المعلن عنه مستمرة لتحديد موعد ترجمته قريبا. ولفتت هذه المصادر إلى أن هذا الموعد بات رهنا بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي سيحدد الوسيط الأمريكي أموس هوكستين في ضوئها موعد زيارته لبيروت. وأكدت أن ما هو ثابت حتى الآن هو أن الموعد سيكون قبل نهاية ولاية عون وقبيل الانتخابات الإسرائيلية، ويتوقع أن يكون بين 27 و29 من الشهر الجاري. وأيضا علمت الجمهورية أن الدعوة إلى العشاء السويسري لم توجهها الدولة السويسرية، إنما منظمة سويسرية غير رسمية بالتفاهم مع السفيرة السويسرية الجديدة التي أحبت أن تلتقي بالمدعوين في إطار ممارسة مهمتها في لبنان. وقد اتصل البعض بمسؤولين في الخارجية السويسرية أكدوا أن ليس على جدول أعمال الوزارة شيء اسمه مؤتمر حوار لبناني سيعقد في جنيف، وأن الداعين إلى العشاء سيفكرون في ضوء هذا العشاء ما إذا كانوا سيدعون للمشاركة أو سيدعون المشاركين إلى مؤتمر في جنيف أم لا. ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط ومقال لمحمد شقير تحت عنوان باريس تتحرك رئاسيا لرفع العتب وتنصح اللبنانيين بالتهدئة السياسية. يقول محمد شقير: اعتبر المصدر السياسي أن ضيق الوقت لم يعد يسمح بتعويم الحكومة، وأكد أن المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم أوقف وساطته بين عون وميقات لتعويم الحكومة، وهو يتفرغ حاليا لإعادة دفعة من النازحين السوريين بناء لطلبهم إلى بلدهم، وينتظر الأجوبة السورية للبت في إعادتهم على عجل. وقال أن حزب الله لم يوقف وساطته ويضغط حاليا لتهيئة الأجواء أمام تعويمها، مع أن عامل الوقت لم يعد يسمح بذلك إلا إذا بقي التعويم تحت سقف الشروط التي وضعها ميقاتي على أي صار للإعلان عنها دون أن تنال ثقة البرلمان. إلى النهار، وفي الموضوع نفسه كتب إبراهيم بيرام: قوة الضوء لاحت أخيرا في أفق التأليف الحكومي. ينقل إبراهيم بيرام عن المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم أحد أبرز سعاة الخير والملاجين بالوساطة الحكومية، اكتفى بالقول في اتصال معه: نعم يمكننا الإشارة إلى أن ثمة ثغرة صغيرة برزت في جدار التأليف أخيرا، ونحن بصدد العمل على الاستفادة منها والبناء عليها بغية استئناف ما بدأناه قبل أيام قليلة. عسى أن نعيد تحريك المياه الراكدة
ونحيي الآمال ونبدد موجة التشاؤم الفارضة نفسها على المشهد السياسي. إنها باختصار نذر أمل أطلت برأسها وقد كسرت إلى حد ما رتابة الجمود والتعقيد الذي فرض نفسه في أعقاب المطلب العوني المفاجئ بضرورة استبدال كل الوزراء المسيحيين المحسوبين من حصة الرئاسة الأولى والتيار العوني بذريعة أنهم سقطوا في التجربة ورسبوا في الامتحان وانتقلوا إلى التغريد في فضاءات أخرى. إلى أساس ميديا كتبت جوزيفين ديب: أمريكا تمد جذورها في لبنان عزف منفرد بعد سلسلة مواقف أو بالأحرى عناوين أوردتها زميلة جوزيفين ديب، وأيضا تواريخ بالنسبة إلى العلاقة، علاقة أمريكا في لبنان. تقول: لهذه المواقف دلالات على مستوى الخريطة السياسية للبلاد في المستقبل. لا يعني هذا القضاء على حزب الله الذي يعتبر القوة الكبرى في لبنان، بل إن مسار الأحداث يقود إلى أدوار سياسية وأمنية وعسكرية مختلفة عن تلك التي لعبتها القوى السياسية في الأعوام الماضية بعد 2005 ودائما تحت سقف اتفاق الطائف، كما أكد بيان نيويورك الثلاثي الأخير الذي حمل توقيع أمريكا، فرنسا والسعودية مشكلا درعا سياسيا دوليا وأوروبيا وعربيا لهذا الاتفاق، مع أعطاء الحزب ضمانات لا تصل إلى تغيير معادلات النظام. بدأ العزف الأمريكي المنفرد في لبنان وعاد لبنان ليكون أولوية أمريكية بالأصالة لا بالوكالة. عن الموضوع نفسه كتب صلاح سلام في اللواء: عودة أمريكية إلى لبنان. ولكن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس ميشيل عون ليس مجرد اتصال بروتوكولي تقتضيه نجاح مساحي الأمريكية، بقدر ما كان إعلانا غير مباشر عن عودة العم سام إلى بلاد الأرز أو بلد الأرز بعد غياب فعلي استمر حوالي 38 عام، يوم استيقظت بيروت على مغادرة القوات والمدمرة نيوجيرسي شواطئ الأوزاعي بعد تفجير مقر المارينز في المطار وسقوط مشروع اتفاق 17 أيار مع العدو الإسرائيلي. تعليقا على هذا الموضوع وهذا المقال، معنا مباشرة عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام. صباح الخير استاذ صلاح. أهلا، صباح النور. اليوم بالمقال اللي كتبته تتحدث عن استثمارات، عن عودة أمريكية، عن أن كلام الرئيس الأمريكي عن عودة الاستثمارات إلى لبنان والاستعداد الأمريكي للمساعدة يعني بكل وضوح انتهاء مرحلة رفع العقوبات الأمريكية والغربية والسماح لشركات عالمية ونفطية وغيرها من المشاريع. ما الذي تغير؟ فقط الترسيم أو هناك وضع إقليمي جاد جدا تغير لتعود أمريكا كما حضرتك قلت بعد 38 عام إلى لبنان؟ أولا، لبنان أصبح بلدا نفطيا يعني، وهذا له أهمية بالنسبة للسياسة الأمريكية الخارجية دائما منذ أكثر من 80 عاما عندما تعاقدت الحلف الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية وذات اكتشاف النفط في أراضي المملكة العربية السعودية. وبالتالي هذه الأهمية أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتلقاها قبل غيرها من الدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية وفرنسا بشكل خاص، على اعتبار أن هذه المادة استراتيجية بالنسبة للاقتصاد العالمي. وكما نعلم الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على حركة الاقتصاد العالمي وخاصة تجارة النفط من خلال البترودولار. نعم. والمعركة التي تخوضها حاليا مع روسيا سببها الأساسي المحاصرة الروسية ومنع من الحصول على موارد لتمويل حربها في أوكرانيا، واضطرار روسيا إلى التعامل لفرض التعاون بالروبل على المستهلكي النفط والغاز الروسي. نعم. هذا من الناحية المبدئية. من الناحية العملية، ما توصل إليه الوسيط الأمريكي بين لبنان والعدو الإسرائيلي وبالواقع اتفاق هدنة غير معلن، اتفاق هدنة بحرية بكل معنى الكلمة بكل المواصفات بمعنى هدنة، ولكن بشكل غير معلن تحت شعار تنظيم استغلال الثروة النفطية في المياه الإقليمية المتجاورة بين لبنان والدولة الصهيونية. وبالتالي هذه الهدنة تعني الآن السياسة الأمريكية بشكل كبير، لأن كما نعلم الأولوية بالنسبة للسياسات الأمريكية هو الأمن الإسرائيلي بالدرجة الأولى. نعم. وهذه الهدنة تؤمن للجانب الإسرائيلي استغلال ثروته النفطية في جو من الأمان والاطمئنان والاستقرار،
بعيدا عن التهديدات العسكرية والأمنية. نعم، إلى أي درجة؟ أضيفي إلى ذلك أن لبنان بالوضع الذي هو أن لبنان بالوضع الذي هو فيه حاليا عشية انتخابات رئاسة الجمهورية ونفوذ حزب الله في اللعبة السياسية اللبنانية يلتقي بشكل أو بآخر مع السياسات الأمريكية الديمقراطية، خاصة دائما في التعاون مع المحور الإيراني مع طهران بالنسبة لبعض الاستحقاقات الإقليمية، سواء بالنسبة للحرب في العراق أو ما يجري في العراق حاليا، وخاصة بعد الأزمة السياسية التي دامت سنتين وفجأة تم معالجتها وانتخاب رئيس جمهورية وتعيين رئيس حكومة. نعم. بعد التوصل إلى اتفاق الترسيم البحري بين لبنان والجانب الإسرائيلي. نعم، ولكن وحضرتك بمقالك أستاذ سلام تحدثت أيضا عن الوضع الإيراني مع أمريكا وفي لبنان وبالعنوان عودة أمريكية إلى لبنان، ولكن هذه ولكن هل هي ترتبط بالوضع الإيراني أو بعلاقة إيران وأمريكا وانعكاسها على لبنان في هذه المرحلة؟ لا، هي بالواقع يعني ترتبط بعلاقة أمريكا وطهران وما جرى في بغداد يعني، وأنا في المقال في إشارة إلى احتمال تكرار استنساخ التجربة العراقية في لبنان من خلال هذا التنسيق الأمريكي الإيراني الذي يحصل، وخاصة مع أن فرنسا أيضا تلعب دور الذي ينقل وجهات النظر والتقريب المواقف بين إيران والولايات المتحدة وبقية الحلفاء الغربيين. فلذلك يعني أنا يعني تعمدت الإشارة إلى إمكانية استنساخ التجربة العراقية في لبنان، سواء بالنسبة لاندلاع الأزمة التي دامت سنتين بدون حل والتي تم حلها بكبسة زر يعني بين بعد اتفاق الترسيم والتنسيق بين واشنطن وطهران، وهذا يمكن أن ينطبق على لبنان في مرحلة الشهور الرئاسي وليس قبل خروج الرئيس ميشيل عون من بعده. نعم أستاذ صلاح، كان منذ الصباح الباكر منذ 9 وصل السفير السعودي وليد البخاري إلى قصر بعبدة، هو موعد كان قد حدد سابقا وانتقل أو سينتقل لاحقا إلى عين التيني. تحديدا زيارة السفير السعودي إلى بعبدة أين يمكن وضعها، خصوصا بعد الخلافات الكثيرة وبعد انقطاع شهور يعني من نيسان الماضي عن اللقاء؟ أين نضع هذا؟ نعم. بالواقع يعني ليس لدي معلومات عن ماذا دار بالزيارة أو ما هي أهدافه، ولكن أنا كمراقب أعتبر أن هذه الزيارة هي بمثابة زيارة وداعية للرئيس ميشيل عون من موقعه كرئيس للجمهورية، لأن بعد أسبوعين سيغادر الرئيس عون قصر بعبدة، والسفير السعودي كان غائبا عن قصر بعبدة منذ فترة طويلة يعني منذ بضعة أشهر قبل اندلاع الأزمة اللبنانية مع دول الخليج. نعم. أما بالنسبة لزيارته لعين التيني فأعتقد أنها في إطار زيارات الدائمة التي يتواصل فيها السفير السعودي وبقية السفراء العرب مع الرئيس نبيه بري من خلال موقعه، سواء كرئيس للمجلس أو من خلال موقعه في التحالف الثنائي الشيعي مع حزب الله، وبالتالي يعني هذه الزيارة لها علاقة طبعا بما يجري الإعداد له، سواء على خاصة على صعيد الانتخابات رئاسة الجمهورية واللغط الدائر حاليا حول اتفاق الطائف والمؤتمر السويسري، مؤتمر الحوار السويسري الذي يمكن أن يطرح خلاله صيغة نظام جديد بديل عن اتفاق الطائف. نعم نعم، في هذا الإطار كان واضح تغريدة السفير السعودي وأيضا موقف المملكة وموقف العديد من الأفرقاء اللبنانيين بالنسبة إلى اتفاق الطائف. لأي درجة فعلا بالرغم من نفي يعني سويسرا الحكومة السويسرية، لأي درجة كان هناك نوعا ما توجه إلى هكذا مؤتمر لتعديل، خصوصا هناك مطالبات بتعديل الطائف؟
بالواقع يعني يمكن القول انه الهم الاساسي للمملكه العربيه السعوديه هو الحفاظ على استقرار لبنان. نعم. اتفاق الطائف امن استقرارا سياسيا وامنيا للبنان على مدى 30 سنه الماضيه. هناك ثغرات في التطبيق، هناك تطبيق استنسابي في بعض البنود، هذا صحيح، ولكن هذا لا يعني المجازفه من جديد بالقفز من اتفاق الطائف نحو المجهول. يعني حتى الان ليس هناك مشروع صيغه مطروحه للحوار بديله عن اتفاق الطائف اولا، ثانيا ان الاطراف السياسيه والحزبيه اللبنانيه ليس بينها اي جسر حوار يعني على الصعيد الثنائي او حتى على الصعيد الجماعي، وبالتالي كيف يمكن ان يتحاور هؤلاء طالما ان ثم تقاطيع سياسيه وحواريه بينهم، وبالعكس الخلافات بينهم تزداد اتساعا يوما بعد يوم. نعم. لذلك انا اعتبر ان يعني الحديث عن اي سيره بديله عن اتفاق طائف حاليا هي قفزه نحو المجهول، لبنان لا يستطيع ان يتحملها في ظل الانهيارات الحاليه التي نتخبط فيها دون ان نعرف من اين نبدا مسيره الاصلاح والانقاذ. نعم. أخيرا، ماذا بالشأن الحكومي؟ اليوم كان في معلومات متضاربة حتى عن لسان اللواء عباس إبراهيم اللي هو داخل في الوساطة، معلومات صحفية من الشرق الأوسط تتحدث عن أنه أوقف وساطته في الشأن الحكومي، ومعلومات مختلفة في النهار للكاتب إبراهيم بيرم تتحدث عن أنه في ثغرة تم حل أو فتحت قوة صغيرة في هذا الملف. أنا معلوماتي أن اللواء عباس إبراهيم لم يوقف وساطته ولم يوقف اتصالاته بين رئيسي الجمهورية والحكومة، والبحث دائما يدور حول إحداث اختراقات معينة يمكن أن نفاد منها لموضوع الحل الحكومي. لا يمكن أن يصل لبنان إلى الشغول الرئاسي في ظل حكومة تصريف أعمال. نعم. هذا من شأنه أن يثير مزيد من البلبلة والمزيد من السجلات الديمقراطية ويذهب بالبلد إلى مرحلة عدم الاستقرار. إذن هناك تقدم بحسب المعلومات أستاذ صلاح؟ يبدو أنه في بعض التقدم ببعض النقاط، ولكن الموضوع الأساسي ما زال عالقا عند فريق رئيس الجمهورية وبالذات عند النائب جبران باسيل الذي يعني يفرض شروط موسكو على رئيس المكلف مقابل الإفراج عن الحكومة العتيدة. أنا أعتقد أن هذه الشروط، نعم، كلما تقدمنا بالوقت نحو نهاية العهد هذه الشروط سيخف ضغطها ويخف وهجها، وبالتالي يمكن تجاوزها في قبل أيام من مغادرة الرئيس قصر العتبة. نعم. رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، أنا بشكرك لوجودك معي. مشاهدينا، هذا كان كل شيء. أهلا. فاصل نتابع بعده زميلة جوزيفين ديب في الحدث.